All three in favor of your winner by unanimous decision. In the red corner, the executioner, Muhammad Kamal! أداء قوي جدا من the executioner محمد جمال ويثبت لنا ليه هو من أجمد الفايترز في مصر. محمد جمال إيه شعورك بعد الفوز ده والأداء القوي جدا ده؟ الحمد لله رب العالمين. أحب أشكر منظمة أوديو الاستضافه لينا جميعا والتطور من اللعبه ملحوظ في اخر فتره. شكرا كابتن مصطفى، شكرا اوديو. احب اشكر مدينتي على التقديم الرائع دوت. بصوا يا شباب، انا ما بلعبش باسمي، انا بلعب باسم تيم كامل. طبعا التيم ده معروف، شفتوا منه لعيبه وهتشوفوا النهارده كابتن سالم يلعب على الحزام ان شاء الله باذن الله. يعني التيم موفق جدا وانتظرونا في القادم. شكرا. عايزين نعرف بس ايه اللي حصل في تاني جوله بين الجوله الثانيه والثالثه؟ يعني الخصم ما كانش اسهل ما يعني ما احنا متخيلين. كان فرهوب بزياده، وكل اللي حصل ان انا كنت واخد ارمبار وترانزيشن لتريانجل. كل الناس عارفه حاجه زي كده، طلع بدماغه ولبس كعب رجلي، حتى جايه بسمنتي مش جايه بالكعب، وبرده هو وقف وزعل. قلت له معلش، بيقول لي المدرب بتاعه سيبنا كامل البريك بتاعي، فهو عايز ياخد 5 دقايق زياده. اخر سؤال، هنشوفك تاني امتى في الكيدج يا منص؟ كلنا عايزين نشوفك. انتظروني ان شاء الله. الماتش ده كان اكسبشن، العب 61. طبعا عارفين ان انا بلعب 57، ما لعبتش 61 قبل كده. الموضوع سهل في ال 61 برضه مش صعب، فانتظروني ان شاء الله هنافس في الميزانيه.